متابعينا في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. نهار اليوم تسود أجواء حارة في عموم المناطق، مغبرة في المنطقة الشمالية كنتيجة لهبوب لرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطت أسرع. الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض نهار اليوم يكون الطقس حار 36 درجة مئوية، الملموسة 33، الرطوبة منخفضة، والرياح تكون جنوبية أو شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية. سكاكا رياح نشطة وأتربة مثارة 39 إلى 22، عرعر 38 إلى 22، وتبوك 34 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 41 إلى 23، جدة 36 إلى 28، مكة المكرمة 39 إلى 24، والطائف 29 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 25 إلى 14، أبها 26 إلى 13، وجازان 33 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الإحساء 37 إلى 21، حفر الباطن 37 إلى 25، الدمام طقس صافي 32 إلى 22 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 35 إلى 26، بريدة 38 إلى 22، وحائل رياح نشطة وأتربة مثارة 36 إلى 20 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.